مع أول مشهد في الفيلم بنشوف السحاب من فوق مع صوت راوي الفيلم بيقول: لا أحد يعيش للأبد، وعمر الإنسان يقاس بمدى كفاحه في الحياة، ويجب علينا ألا نخاف ولا ننزعج أبدا مهما نمر بأزمات. بعدها بنشوف قطر ماشي في طريق تلج وراكب فيه بطلة الفيلم ليزل، أبوها وأمها ميتين، ملهاش حد غير أخ واحد أصغر منها، وبتدور أحداث الفيلم في فترة الحرب العالمية الثانية لألمانيا النازية، وليزل راكبة القطر أخوها يموت قدامها، وينزلوا من القطر ويدفنوه في مكان قريب، وتظهر ليزل راكبة عربية وماشية في طريق تلج سنة 1938، وراح لأسرتها الجديدة بالتبني الأم روزا والأب هانز، ووصلت للبيت الجديد، وتاني يوم كان هانز بيعزف على آلة موسيقية في الدور الأرضي. بتنزل ليزل من فوق وتقول صباح الخير، الأم روزا بتقول لها قولي لي ماما وقولي لهانز بابا. بيقعدوا يفطروا والباب بيخبط ويظهر طفل صغير اسمه رودي، بعد كده هيكون أفضل صديق لليزل وهيكونوا زمايل في المدرسة ويروحوا ويجوا مع بعض. بعدها بيظهر رودي وليزل في المدرسة ويدخلوا الفصل والأولاد واقفين قدام المدرسة، والمدرسة بتسألها عن اسمها وبتطلب منها تطلع تكتبه على السبورة، ولأن ليزل أمية بتعمل علامة إكس على السبورة، والمدرسة بتفهم إنها ما بتعرفش تكتب ولا تقرأ، والأطفال بيسخروا منها، والمدرسة بتوبخهم وبتقول لها ارجعي مكانك. بعدها روحت ليزل للبيت، وبالليل ابوها بيقول لها تصبح على خير لكنه لاحظ كتاب معاها، فبياخده منها ويسألها هو ده كتابك؟ بتقول له لا ده كتاب اخويا بس مش بيفارقني ابدا. بيقول لها انت عارفة ايه المكتوب في الكتاب ده؟ بتقول له لا طبعا ما بعرفش اقرأ. هانز بيقول لها رغم اني مش بحب القراية بس خلينا نبدأ، وقرأ لها الكتاب. وتاني يوم بتظهر ليزل لابسة زي عسكري وبتغني اغنية لألمانيا النازية هي ورودي وكل اطفال المدرسة، وكان التوقيت ده اخر 1938 لما كان الجيش الالماني بيتصرف بعنف مع الشعب ويكسر المحلات والممتلكات، ونلاحظ صفحات الكتب المتقطعة ومرمية في الشارع وفي كل مكان. بعدها الباب بيخبط في بيت اسرة ليزل، وبيدخل شخص يهودي هربان من جنود هتلر وعاوز يستخبى عندهم، وشكلهم يعرفوه كويس وبيرحبوا بيه وبيعرفوا ليزل عليه وان اسمه ماكس. وبتظهر ليزل مع والدها وهو بيعلمها القراية وبيكلمها عن وصيته ليها لما يموت، وبيقول لها تعالي معايا عندي ليك مفاجأة، وبياخدها المكان في الدور العلوي ومكتوب على جدرانه الحروف الهجائية، وهو مسمي المكان ده القاموس، وبيسمح ليها تكتب الحروف بالطباشير، وليزل فرحانة جدا وبتشكره علشان علمها تقرأ وتكتب. بعدها بيوصل اتنين أصدقاء لهانز وبيطلبوا منه يروح معاهم للعرض اللي بيعمله الجيش الألماني للشعب، ورودي بياخد ليزل معاه لحضور العرض برضه. والعرض ده عبارة عن مكان بيجتمع فيه كل سكان المدينة، وبيحضر ضابط من الجيش بيقول خطبة للشعب، وبيبدأ الخطبة بكلامه عن الثورة الاشتراكية وإنها لازم تغير البلد للأفضل، ولازم ننظف نفسنا أخلاقيا وفكريا، وإن التعليم والمسرح والأدب والسينما والصحافة كلها حاجات مهمة ممكن تشكل شخصية الأمة، وبيقول لهم اجتماعنا النهاردة عشان نتحرر من الأوساخ الفكرية والمعتقدات القديمة. بعدها بيأمر بحرق كومة من الكتب موجودة وسط العرض، وبيقول ان الكتب دي هي المرض اللي اصاب المانيا في العشرين سنة اللي فاتت، ولازم نتخلص منها علشان نعرف نواجه عدونا في الحرب، عشان مستقبلنا، وعشان ننتصر في النهاية على كل اعدائنا. ليزل بتسمع الخطبة بانتباه شديد، والناس بتردد الشعارات بحماس، وفي اخر العرض الضابط بيقول هنقضي على كل الشيوعيين وكل اليهود، وعمل بايده علامة هتلر وكل الناس عملت علامة هتلر معاه، وبعدها يغني الناس اغنية ويمشوا. بتروح ليزل عند الكتب المحروقة وبتاخد كتاب وتخبيه في هدومها. بيشوفها ابوها ويقول لها ايه اللي جابك هنا؟ مش قلتلك تستنيني في الكنيسه؟ بتقول له اسفه وبيمشوا، بس بتكح ليزل بسبب الدخان اللي طالع من الكتاب المحروق اللي مخبيها في هدومها، وبيعرف هانز وجود الكتاب ما بيعلقش، بس بيطلب منها تخبيه مع الكتب اللي في البيت علشان يقراوه في السر. وبتطمن ليزل وبتساله عن امها الحقيقيه، هي كانت شيوعيه وهتلر قتلها؟ انا بكره هتلر. بيسكتها هانز بسرعه، ولما يروحوا البيت ليزل بتقرا اسم الكتاب الرجل الخفي، وفجأة الباب بيخبط ويكون ماكس اليهودي وجاي يستخبى للمرة التانية، بس المرة دي كان في حالة قلق وباين عليه الإرهاق والتعب، وبياخدوه روزا وهانز للدور التاني. ليزل مستغربة جدا من منظر ماكس، فهانز بيقول لها ان ابوه مات في الحرب وضحى بحياته عشاني وانا مدين لاهله، وبعدين قال لليزل الكلام ده سر ووعديني محدش يعرفه ابدا ولا حتى نفسك. بتوعده ليزل وبتروح المدرسة تاني يوم وتلعب مع رودي بعد المدرسة وتروح، وبالليل ليزل بتلاحظ وجود كتاب مع ماكس وهو نايم، وبتحس بالفضول وتقرب عشان تاخد الكتاب من ماكس، فماكس بيصحى ويقول لها انت بنت فضولية، وليزل بتسأله عن الكتاب بيقول لها الكتاب ده له علاقة بهتلر. ليزل بتقول له انت مستخبي من هتلر؟ هو انت شيوعي وقتل امك؟ رد ماكس انه يهودي. تاني يوم بتطلب روزا من ليزل توصل الغسيل لبيت من البيوت، وبتاخد رودي معاها ويوصلوا البيت ويلاقوا ست كبيرة اسمها إلسا، وخدت ليزل ودخلتها المكتبة، تقريبا حست ان ليزل مهتمة بالتعليم،
دخلت ليزل وكانت مبهورة بالكتب، وكانت حاسة بالمتعة وهي بتلمس الكتب، وبتاخد كتاب بعنوان الحلم الوظيفي وتقعد تقراه، لكن رودي منتظرها بره، فالست تسمح لها بالخروج وتقول لها كل ما تحب تقري تيجي المكتبة وتقري أي كتاب تحبيه. وبيظهر ماكس وهو مستخبي من جنود هتلر لأنه يهودي، وتروح ليزل عنده وتواصل قراية الكتاب، وكل كلمة جديدة تتعلمها تكتبها على الحيطة. لاحظ ماكس بعض الكلام كبير على ليزل، فبيسألها أنت جبت الكلام ده منين؟ ليزل بتقول له ده سر، بس بعد فترة بتقوله على السر وتاخده على المكان اللي مخبيين فيه الكتب هي وابوها هانز. ماكس بيديها كتاب ويقول لها ان اتعلمت من ديني ان كل كائن حي وكل ورقة وكل طائر ليهم اسرار في الحياة، وان العلم مهم لان هو اللي بيفرق بين الانسان وبين الطين، فالكلمات هي الحياة. ومع الوقت بيزيد سقوط التلج وبيزيد البرد ويمرض ماكس. بتخاف ليزل عليه جدا انه يموت، وبتفتكر اخوها اللي مات، وتقعد جنبه وهو نايم وتقرا كتاب الرجل الخفي، وتقول وصل شخص غريب الى هنا في فبراير، والايام شتويه والرياح قارصه والثلوج تتساقط، ولا احد يعرف شيئا عن معاناته، ولا احد يعرف حتى وفاته. بعدها بتروح ليزل لمكتبة إلسا وتدخل من الشباك وتسرق كتاب، لأن زوج إلسا منع خدمة الغسيل اللي كانت بتقوم بها روزا. ومع الوقت اتعودت ليزل على سرقة الكتب كل شوية وتاخد كتاب ورا التاني، ورودي كان عارف لكنها كانت بتقوله إنها بتستلفه بس هترجعه، وبتفضفض مع رودي وتعرفه قصة ماكس اليهودي اللي مستخبي عندهم. بعدها ينتشر الجنود في الحي للبحث عن يهود او شيوعيين هاربين، وعيلة ليزل في حالة تأهب، والجنود يخرجوا الناس من بيوتهم ومعهم متعلقاتهم ويفتشوهم في الشارع. وخرجت عيلة ليزل وسابوا ماكس مستخبي في البيت، واستخبوا هم في مكان تاني بعيد عن البيت، لكن ماكس بيخرج من البيت وينزل للشارع ويبصوا للنجوم بسعادة في تعبير عن احساسه بالحرية، ويحس بعربية الجيش ويستخبى. وتاني يوم يقرر يسيب اسرة ليزل عشان ما يعرضهمش للاذى بسبب وجوده معاهم. بتشعر ليزل بالحزن لما ماكس مشي بالليل وبتعيط، وروزا وهانز زعلانين برضو. وتاني يوم تم اختيار رودي للتدريب الصيفي في الجيش، وبيروح يودع ليزل واسرتها، وفي نفس الوقت بيطلبوا من هانز الانضمام للجيش لان البلد في حاله حرب. بتزعل ليزل جدا لان الكل سابها ومشي، وهانز بيوصيها على امها روزا ويقول لها انها ست كبيره ومحتاجه رعايتك. والكل يمشي ويمر وقت، وليزل بتقعد على السلم وتقرا، وفي مره لقت ابوها نازل من عربيه جيش. بتفرح ليزل وتجري على ابوها وتحضنه، ويروحوا البيت. وبالليل هانز قلقان جدا على ماكس، وبيكلم ليزل ويقول لها يا ترى هو فين وعامل ايه في الحرب دي. والصبح تقوم ليزل على بيتها متدمر من الحرب، وكل المدينة منتهية والجثث في كل مكان، والجنود بيلاقوها حية ومجروحة، وبتعرف ان اسرتها ما بقتش موجودة، روزا وهانز ورودي ماتوا كلهم، فبيغمى عليها. ولما تفوق بتلاقي كتاب جنبها تحت الطوب، وفي نفس الوقت بتلاقي الست إلسا صاحبة المكتبة نازلة من عربتها. ليزل بتجري عليها وبتحضنها. ويمر سنتين وتظهر ليزل وهي شغالة في محل خياطة بتاع والد رودي، وتفاجأت بماكس داخل عليها المحل، فرحت جدا وقابلته بسعادة. بعدها بيظهر مشهد لشوارع ألمانيا والولايات المتحدة بتحتلها سنة 45، وفي نهاية الفيلم بيظهر نفس المشهد الافتتاحي وصورة السحب من فوق مع صوت الراوي وهو بيقول أيها الإنسان، لقد واجهت الأشياء العظيمة وكنت شاهدا على أسوأ تدمير في العالم، ورأيت العجائب ولا أحد يعيش إلى الأبد، وها هي ليزل عاشت 90 سنة وقضتها بحكمة ولمست قصصها الكثير من الناس، وكانت صداقة ماكس أبدية لأنهم عاشوا نفس الأفكار وارتبطوا بالعديد من الأرواح. وأخيرا شكرا للمشاهدة.